محاولة تجاوز المثالب التي نعاني منها خاصة في عالمنا العربي. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ ناصر. محمد عندك مداخلة ولا عندي سؤال أعطيك؟ طيب بس ما يعفيك من أن أنا بسألك بعد. طبعا أولا مبروك على التئام الصالون، يعني فعلا فرصة جيدة جدا نقرأ الرواية أو نسترجعها بصوت عالي مع يعني شرائح مختلفة في الأكاديميين المثقفين الإعلاميين، فأعتقد مذاق آخر لاسترجاع الرواية بشكل مختلف. يعني أنا يمكن عندي ملاحظة فيما يتعلق بالاستهلال، استهلال الرواية أو مدخله، أنا شايفه في مقدوري أنه يعني منطقي جدا. نحن في سياق آخر، لسنا في سياق عربي، مسألة التعارف قد تكون مختلفة، فكرة الرجل عصيان نفسه أيضا يعني قدمه لنا الروائي بشكل مختلف وأعطانا مبررات أنه ممكن يقترب من غريب. ربما أنت ممكن تقص بعض التفاصيل المهمة في حياتك لغريب وليس لقريب. فمسألة منطقية المدخل أعتقد متوفرة. من جمليات الرواية وجود مشهدية، يمكن تكون الدراما غايبة، على سؤالك على المسرح الدراما غايبة، الفعل الدرامي غايب. الرواية نقدر نقول أنها ممكن تقرأ في يوم، الرواية ليست طويلة ولا تحتوي على تفاصيل بحاجة إلى إجهاد، رواية مريحة للذهن ومريحة في القراءة. في مشهدية بدليل إن إحنا قدرنا نتصور شخصيات مختلفة، سالم، عصيان، كل الشخصيات، حتى نادية اللي ذكرت قليلا، كلارك، الشخصيات كلها لها ملامح عندنا. إذن في مشهدية، يمكن مغص الروائي في أعماق الشخصيات، وده ما يبرر أعتقد ما أشار لي أستاذ محمد المور في غياب الحالة الدرامية. وأعتقد فيما يتعلق باختيار الرواية أيضا أنها تكون افتتاحية المناقشات، ده مناسب أيضا لأننا يعني وجدنا رواية خفيفة، اللغة سلسة سواء في الترجمة أو حتى أتصور اللغة الأصلية. فكرة التقسيم البنيوي للرواية أيضا من جمالياتها ومن الأسباب اللي ادتنا راحة في قراءتها وفي متابعتها. من بداية خالص قال إن هي رواية لا تعود لي بشكل مباشر، وإدى لنفسه نوع من أنواع التبرير المنطقي للأحداث. أربع أيام متسلسلة كانت كل مضمون الرواية بشكل واضح. حتى اللي هو زمن الرواية. نعم. زمن الرواية الفعلي. زمن الرواية الفعلي، وده كان ممكن جدا يكون. كانوا أربع أيام. كانوا أربع أيام، وده كان ممكن يكون مجهد للروائي مش ممسك بأدوات الرواية. مجهد من أي ناحية؟ التكثيف، هيكون بحاجة جدا للتكثيف علشان. لأن أربعة أيام. لأنهم أربعة أيام، وبالتالي هيكون حتى ده من المسو في 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 في, في الدراما التلفزيونية مثلا. دراما التلفزيونية مثلا لو أحداث مسلسل 30 حلقة يدور في أربع أيام أو ثلاث أيام، يحتاج كاتب بمواصفات خاصة. كان ممكن بس مثلا لو تتذكرون. نعم. ابو احمد. نعم. فيرجينيا وولف كتبت السيدة دلوي في يوم واحد زمنه. لا زمن الرواية اعتقد ممكن يكون حتى يوم. هو ترى هو الزمن الفعلي، خل الزمن الاحداث، هذا الزمن الاخر للرواية اللي هي من زمن القص من خلال من الرجل. بس يعني نعم. ما في اجهاد قصدي لروائي مثل امين معلوف ممسك يعني بادوات السرد. بالضبط، انا اقول كان من الممكن ان يكون مجهدا لغيره لولا ادواته السرديه والروائيه الجيده. دي ابرز ملاحظاتي، واعتقد ان اختيار كان موفق في بدايه. طيب الشخصيات قيل بانها كثيره في الروايه، قيل بان في كثير وشخصيات غير متجانسه حتى عرقيا، يعني الارمني الى جانب اليهودي، المسلم، التركي، الفرنسي، في شخصيات كثيره. بعد عصيان الشخصيه المحوريه الاخرى تعتقد منه؟ انا اعتقد الحبيبه الغائبه كلارا. نعم، هي كانت مؤثره جدا في حياته ومحور بشكل اساسي، حتى هو ذكرها في
في في النبذه التعريفيه عن الروايه في في الاخر، وده اداني انطباع قبل ما اقرا انها هتكون محوريه ممكن تكون مش محوريه في حضورها في الروايه. لكن هذا اللي كنت بقول، ان حضورها في المشهد الروائي ما كان كثير يعني. نعم، لكن في تكوينه هو بدليل ان هي كانت الدافع لي انه الجنون والانتحار وغيابها، وهي كانت محوريه في حياه عصيان اكثر من انها تكون محوريه لينا كقراء. موقفها من زوجها شفته طبيعي منطقي ولا عادي بالنسبه لشخصيه اوروبيه تنتمي لديانه معينه ولا ما يخصها؟ يعني تركت زوجها ما اهتمت بوضعه. هو نفسه التمس ليها العذر في الحرب، في قراءته لجوابها او خطابها الاساسي اكتشف كلمه معينه لما قالت له حينما سيتم شفائك ساعود لك، فبشكل واضح وصريح يعني اعلن ان هذا هو المقياس وهذا هو الطبيعي، وان كان هو يتمنى ان تتغافل عن الطبيعي وتعود له بغض النظر عن الشفاء. اعتقد ان التصرف كان منطقي، هو كان حريص جدا على انه يبرز اسباب المنطق في خطوات وتصرفات الشخصيات من البدايه للنهايه، اعتقد ده كان حريص جدا عليه. شكرا يا محمد، شكرا. احد من الاخوات بس اذا قارئ تفضلي، عندك ملاحظات ولا اسالك؟ اتفضلي. أنا رولا المزيني قارئة. أهلاً يا رولا. أهلاً. أنا هذا بصراحة أول عمل أقرأه لمعلوف، وكان بالنسبة لصديقاتي إنه صادم إنه كيف أول عمل. لم أصب بالدهشة اللي كان مفروض إن أنا أقرأها أو إني أشوفها بعد قراءتي للعمل، لكن العمل جميل جداً. أنا بعد ما خلصت القراءة حسيت إنه كل شخصية هي عبارة عن رمز، يعني الأساس هي رمزية عالية مش مجرد قصة رواية لشخصيات وأحداث تاريخية أقحمت بالرواية. حسيته هو بيحكي عن الوطن العربي بعد الدولة العثمانية، بعد تقهقرها، وبعد هي بقدر أكمل شوية أستند لدكتورة ريبا ودكتور عبد الخالق، إنه الدمج الجنسيات المختلفة والخلفيات الدينية المختلفة هو الدمج الموجود بالوطن العربي، وأنه قعد بالمستشفى 20 سنة هي ما كان مجرد صدفة، إنه هي الفترة اللي كان فيها المفروض إنه يكون فيها التمرد، المفروض إنه يكون فيها الرأي، هذه شوية كانت متوقفة، فكلها عبارة عن رمزيات بالأحداث اللي مرت بالوطن العربي فقط لا غير، بس خلى كل رمز أو كل حدث عبارة عن شخصية وعلاقة فرنسا مع بعض الدول. يعني كانت بالنسبة إلي شفتها تسلسل تاريخي بوجوه أشخاص. اسألي. أوكي يا رولا، بالنسبة لأحداث الرواية والشخصيات اللي موجودة شفتيها إن الشخصية الخاصة عصيان، يعني بالضبط هي حالة هذا اللخبطة مثل ما نقول، وحالة التذبذب اللي في شخصيته من التمرد للعصيان للجنون للاستلاب لفقدان كذا، هي كانت بالضبط مثل ما تقولين ترميز لحالة المنطقة نفسها، المرحلة مش المنطقة، يعني مش الوطن العربي، المنطقة كلها بشكل عام، المرحلة الزمنية، لأن كانت منطقة تنسلخ من تاريخ لتدخل إلى تاريخ آخر، وكل الشخصيات كانوا فعلا ينسلخون من حالة ويدخلون حالة أخرى، يعني هو ينسلخ من السعادة والحب وإلى آخره إلى الشقاء والجنون، وينسلخ من الأسرة والإمبراطورية يذهب إلى فرنسا متسكع أو يبعث رسائل أو إلى آخره، كل حالة انسلاخات يعني تمثل على صعيد كل شخصية هي بالضبط ما يحدث كان في المنطقة كلها. يعني لو اليوم واحد مثلا يكتب عن بنفس أو أمين معلوف يكتب عن تاريخ المنطقة اليوم، أعتقد عنده هذا المجال أنه يتكلم عن هذا هاي الخضات اللي تستوي في المنطقة بنفس الطريقة، لأن هاي صحيح بداية القرن أو يعني بدايات سنوات صحيح. عشان هيك أنا ما حسيت أنه الشخصيات كثيرة، أنا لما قرأت ما دخلت أنه في كثير شخصيات، لأنه حسيت أنه كل شخصية مهمة في مكانها. عددي شخصيات، طيب عددي لنا الشخصيات الموجودة.
عددي لنا اللي تذكرينهم يعني الأسماء يعني لا الشخصيات حتى. اللي هو طبعا الأم طبعاً اللي أصيبت بانهيار عصبي الأبوية الأب الدكتور العصيان أبوه خاله جده خاله اللي كانت شخصية هامشية جدا أخو سالم أخته زوج أخته في اللي هم رفقاء النضال بفرنسا المزور عادة أمين معلوف يكون دائما في رواياته أو شيء أنا أحس خيط يودي على مصر يعني هيك شيء أحس في خيط في الرواية يروح لمصر ليش لا ممكن روايات بس أحيانا يعني مثلا اللي قرأه ممكن أختي ما تروح مصر كان ممكن يختار لها شيء ثاني موانئ الشرق انا اعتقد ان لان بعد لان امه وابوه كانوا عايشين في مصر هو اصلا جاي يعني من مصر يعني لا لحظه يا دكتوره لا لحظه بس لحظه لان بحتفظ لك بحقك السؤال بس لان اذا حد من الاخوان القارئين روايه عنده مداخله بس نحن عندنا اسماعيل اليوم ما سمعت اسماعيل صح ما سمعت صوتك يا اسماعيل انا تعال اول شيء للسنين لو سمحت عشان اسمعك اوكي عندنا 5 دقيقتين بنعطيهم حق اسماعيل دقيقه للسؤال ودقيقتين للجواب تعال يا اسماعيل تعال يلا اعطيني رايك في الروايه يا اسماعيل اول شيء السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا متاخر عن الجلسه يمكن 40 دقيقه حسبتي احس عمري ضايع بس انت قريت الروايه احسن نطفون هي قاري بس وانا حرصت ان الروايه المناقشه تناسب وقتك بعد مثل ما تناسب وقت مشكوره ظروف الدراسه هي اللي اخرتني اسماعيل طالب بس وايد مهتم بالقراءه لذلك احنا حريصين على ان يكون موجود نعم ما ادري انتم ما شاء الله يعني وصلتوا لمرحله للنقاش ان مو مجرد ما تناقشوا عن الروايه نفسها فما ادري اذا بناقش عن روايه احس اني بعيد النقاش من البدايه لا اذا عندك شيء تبغى تقوله تحس ان احنا ما قلنا هذا قصدي لا هو الصراحه وقت النقاش انتوا اقترحتوا ان كتاب موانئ المشرق لامير معروف او شيء ترددت وقلت يمكن الروايه ما بتعجبني لان لي تجربه اولى كانت لم تتكلم بالنجاح للأسف هي رواية التائهون نعم وهي كانت كنت بداية في بداية رحلتي في القراءة فبدأت في قراءة التائهون فأنا تهت مع الرواية وما كملت الرواية وما أعطيت فرصة لرواية أكثر عن شيء ف ما كملت ما قدرت أكمل إن حسيت إن أكبر من مستواي وما كنت أعرف أمين معلوف من وين خدت الرواية على أساس أن الموضوع عن الصداقة عن الأصدقاء كيف أن الأصدقاء تجمعوا بعد ما الكل انتقل للغربة فموانئ المشرق غيرت رأيي للكاتب أمين معلوف وعرفت أن الكاتب معروف في الوطن العربي أنا ما كنت أعرف هالمعلومة وهذا الهدف يا إسماعيل من وجودك في الصالون أصلاً ان انت تكون تجربه قراءه تكون شخصيه قارئه مختلفه وتطلع على مدارس في الادب ما كنت تعرفها بعدين عطلي نفسك الحق انك ما تعرف لان تجربتك صغيره اصلا في الحياه يعني فلا تلوم نفسك انه ما كملت التائهون ناس اكبر منك في العمر اقصد ما قدروا يكملونه لان فعلا كانت كثيفه جدا في احداثها وعدد شخصياتها ومراحلها التاريخيه يعني فخفف عن نفسك وتقرأها مرة ثانية بمتعة أكثر. إيه الحمد لله. فهذه التجربة كانت ناجحة مع أن أعتقد أن عندي روايات أكبر وأنجح عنها الرواية. أكيد. لكن هذه الرواية إن شاء الله بتكون مدخل لروايات أمين معلوف وكتصالح مع الكاتب أمين معلوف. خلاص إذا بغيت روايات كلها موجودات هني مو لا تعب نفسك ولا تشتري يا إسماعيل. دكتورة شكرا يا إسماعيل دكتورة سؤال.
دقيقة. عندي سؤال، مدري ليش أنا حسيت كأن أمين معلوف جالس يقول من خلال هذه الرواية، وقبل هذا أنا كمان أبغاك تجاوبيني على السؤال اللي سأله عبد الخالق، وكان سؤالي لعبد الخالق ليش اختاروا موانئ المشرق تحديدا لأمين معلوف مش رواية أخرى، لأن الرواية مو يعني مش أهم روايات أمين معلوف، فبدي منكم جواب على هذا السؤال. بس اثنين، أنا حسيت كأنه بشكل غير مباشر كأن أمين معلوف جالس يتكلم عن موانئ طاردة، موانئ المشرق هي موانئ طاردة، وبالتالي كل الشخصيات أو انتهت أو تركت، ما كأن هذه الموانئ غير قادرة على استبقاء هذا التاريخ القوي لهذه التعددية اللي هي صعبة وربما جميلة في مرحلة، ولكن في مرحلة النضج المشرق غير قادر عليها. فهل أمين معلوف بطريقة غير مباشرة جالس يقول هذا الشيء؟ من خلال تجربتي يمكن، يعني هو أصلاً إنسان خرج بعد بيئة طاردة بسبب أحداث الحرب من لبنان وتوجه إلى فرنسا وعاش فيها. يعني أي إنسان يعيش مرحلة الغربة والهجرة ويترك بلده، العوامل الطاردة معروفة، الحروب، الحالة الاقتصادية إلى آخره. فالمشرق بيئة طاردة فعلا، يعني في فترة بعد من الفترات، فترة الحروب والخضات. اليوم كم بني آدم انطرد في الخضات الأخيرة من الوطن العربي؟ يعني أجيال بتعاني هذه الخضات. السؤال اللي هو طبعا من حق أي إنسان أن يجاوب إذا في حد عنده، ليش اخترنا الرواية؟ لو قلنا بنختار 100 عام من العزلة لغارسيا ماركيز حق المناقشة الجاية، بيقول لي شخص ليش اخترنا؟ لا لا لا، ترى نفس السؤال، نفس السؤال قصدي إن ما ولو اخترنا لنجيب محفوظ باب الليل ليش ما اخترنا أولاد حارتنا؟ أنا أقصد أحيانا توفر الرواية يلعب دور. وفي نفس الوقت أيضا لابد من اختيار رواية يتوافر فيها أن تكون متوفرة نقدر نحصلها يعني. والشيء الثاني نتفق عليها، يعني ممكن 2 أو 3 نختار واحد كنا موانئ الشرق، فلا لا ممكن نختار سمرقند، لا لا، فلازم يا جماعة نختار رواية واحدة. يعني يعني في واحد أظني من الأخوان، ما أعرف منه، ما أعرف بال بس ما أعرف شكلا، قال لازم نتبحر مع الكاتب، يعني نجيب محفوظ نقرأ لـ3-4 أعمال، معلوف نقرأ لـ3-4 أعمال. نحن ما نقدر نسوي شيء، لأن لو سوينا بنلقى نفسنا آخر السنة قرينا لكاتب أو كاتبين. نحن نضيء على تجربة كاتب من خلال رواية. الرواية مو بلازم تكون أحسن أعماله ولا أسوأ أعماله، بس نموذج لأعماله. ممكن تعطي قارئ مبتدئ مثلا غض في القراءة مثل إسماعيل فرصة أن يتعرف على هالعالم، وهو حر بعدين يكمل مع معلوف، أو يعتقد أن معلوف مو بأنه الروائي اللي مش كويس، بس ما بهي النمطية اللي هو يبغى يقرأ له مثلا، ما تتناسب مع ميوله مع اهتماماته، يبغى يقرأ بوليسي، ساسبنس، إثارة، عاطفي وهكذا. بس المهم علينا إحنا أن كقراء ندعي ان احنا نقراء ومطلعين على اكثر من تجربه، انه مهد الطريق لمن يحضر انه على الاقل يتعرف على مدرسه ماركيز، مدرسه يوسا، مدرسه كذا، وبعد ذلك هو يكمل اذا احب ولا يكمل اذا لم يحب. وكل اللي دار اجتهادات لا اكثر ولا اقل، يمكن ما خطرت في بال امين معلوف القصص كلها، هو كتب ابداع. ومثل ما يقول رولامبار أن المؤلف يؤلف ثم يموت، اللي هي نظرية موت المؤلف عند الفرنسيين، بعد ما يؤلف عندهم خلاص.